السلام عليكم واهلا وسهلا بكم، ان شاء الله تكونون كلكم خير وصحه وسلامه. جيت لكم اليوم نتكلم على نبته البوتس واهم النقاط المهمه لازم تعرفوها حول العنايه بنبته البوتس وطريقه تكاثرها. طبعا تحتاج نبته البوتس الى ضوء ساطع غير مباشر في فتره الصيف، ممكن انه في فتره الشتاء تتعرض لاشعه الشمس المباشره، ويتم الري باعتدال ويقلل الري في فتره الشتاء حتى تنتعش وتصبح أكثر وأفضل. لازم تخلوها بقصيص على صينية مليئة بالحصو المبلل خاصة في فصل الصيف. ما تحتاج إلى تغذية كبيرة، ما تحتاج إلى سماد كثيف، لكن ممكن أنه تستخدمون سماد متعادل مخفف مرة في الشهر. من ناحية تكاثر هذه النبتة الجميلة، فتتكاثر بسهولة عن طريق قطع أجزاء من الساق وغمرها بالماء لحد ما تتكون الجذور، وبعدين نغرسها في التربة الدائمة في أصيص اللي حابين أنه نزرع بيه. ومن المهم أنه نلاحظ أنه لازم يكون الجزء المغمور محتوي على عقدتين على الأقل حتى يتم التكاثر. هذا كان كل ما يجب معرفته حول نبتة البوتس. إذا حابين تعرفون على نباتات أخرى اكتبوا في صندوق التعليقات اسم النبات وإن شاء الله أسوي فيديوهات إله. وإذا عجبكم محتوى القناة لا تنسون تشتركون وتفعلون الجرس وراكم إن شاء الله في فيديو